أحلى التحايا أقدمها لكم أحبتي المشاهدين بلقاء وياكم يتجدد إن شاء الله على الخير والمحبة والسلامة. يسعد صباح الجميع وكذلك صباحي. أقدم وأشرك بالمحبة لكل زملائي في كادر قناة الرشيد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بالنسبة للوضع الفلكي العام أحبتي، هناك محورين نحب أنه نتحدث عنهم. المحور الأول هو ما أين هو القمر بالخارطة الفلكية الذي تبنى عليه التوقعات وفق وجود الكواكب أو وضعيتها بالأبراج. والوضع الثاني هو حديثنا اليوم عن كوكب عطارد. كوكب عطارد نتحدث عنه نوعا ما، ليش؟ لأنه من الكواكب المهمة جدا والأساسية، مؤثر على جو الأرض، رغم أنه هو يعني من يعني أصغر الكواكب وأسرعها، لكن مثل المثل اللي يقول عندنا حجارة الصغيرة أو المتعجبنة تفشخ. فهو صغير صح وسريع وكوكب، لكن له فد تأثير قوي جدا على الإنسان. نعم، إذا تجي اتصالات كل الهلة ننوه عنها، وكل الهلة بكل من يتصل بينا، احنا يعني للخدمة، فأكيد راح يتصلون علينا على الهاتف. ليش راح يتصلون؟ نلاحظ أسفل الشاشة اللي يحب يشارك في الفقرة كل الهلبي عن طريق الهواتف المخصصة من قبل البرنامج إن شاء الله. ويا ربي كلتنا سرور بسماع أصواتكم. أرجع بالحديث عن كوكب عطارد. كوكب عطارد قلنا هو مؤثر بحركته، يأثر على الإنسان ويأثر على جو الأرض، إلى علاقة بوسائل الإعلام، إلى علاقة بالذبذبات، إلى علاقة بوسائط النقل، إلى علاقة بكل ما يتعلق بهالمسائل هذه. فلهذا رح يبدأ حركة تراجعية، وهذه الحركة التراجعية إحنا نحسب حسابها قبل يومين من بدء تراجعه. هو راح يتراجع يوم 14، إذن يكون نحسب حساب قبل يومين. والفلكي يجب أن ينبه عن تراجع كوكب عطارد بالدرجة الأولى، لأنه إلى علاقة بأشياء ذات حيثية مهمة جدا في حياتنا. أكمل حديثي بعد أن أستقبل أم عبد الله كل الهلبيج حبيبتي. يسعد صباح الخير حبيبتي شمس الجنان. اهلا اهلا وسهلا، اهلا ام عبد الله كل الهلا حبيبي. وبيك اكثر يا طيبه، الله يسلمك ويخليك حبيبتي في الجنان. انا يعني قبل هم اتصلت بيك على بخصوص انتقال. نعم حكيتي لي بصوره عامه وقلتي لي بعدين اطلع لك المواعيد، يعني اشوف الخارطه الفلكيه واطلع لك المواعيد اللي هي تكون مضبوطة تمام الظاهر، يعني انشغلت لأنه خطية يعني اتصالات كثيرة فأريد فترة انتقال يعني من بيت البيت، بس يعني خلال شهر 12 أو الواحد على السنة الجديدة إن شاء الله. أريد يعني موعد يعني مضبوط إن شاء الله. وسألتك على التوافق بيني وبين زوجي بالنسبة للدلو والقوس، قلت لي 72% وكذا وكذا، بس اريد اعرف انه اذا انا طالع الجوزاء يعني نفس النسبه مال التوافق تبقى لو طيب بالنسبه للطالع. اوكي حبيبتي حاضر. اي تاريخ الولاده انا 9/2/76 دلو، هو واحد دلو وطالع الجوزاء قلتي لي، وواحد 12/1956. نعم، بس بالنسبة للطالع هم يأثر لو لا تبقى الطالع حبيبتي الطالع يأثر على الطباع. احنا من خلال الوضع يعني متخصصين في الجانب النفسي بالأبراج. يأثر على اللوك العام والطبع. يعني كيف انه يؤثر الكوكب على الطبع زين. هسه يعني من هسه انا من يعني تطلع توقعات، يعني امشي على التوقعات مال الطالع لو على التوقعات لا 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 مالتي. يعني مثلا هي نسبه الاستفاده هسه مثلا حضرتك من يكون القمر بالجوزاء تكونين مستفيده 100%،
فعندك هالاشياء راح ارد عليك، بس ما اريد يعني اخلص رصيدك يا حبيبتي. فلهذا استفسار عن الطالع وتاثيره. حاضر ام كرار. الو، صباح الخير ام كرار. صباح الخير، شلونك الجنان؟ اهلا حبيبتي، صعب سنة اتصل عليك وما حصلت. يا قلبي كل الهلا كل الهلا، شرفتيني وشرفتي الفقرة وشرفتي البرنامج، ويا حي الله بن هاتفنا، كل الهلا. تفضلي يا قلبي. في الجنان تدوى عين 20/8 العفو 20/7. نعم 20/7/2008. اي و 20/6/2010 في دوا في الجنان على حياتهم ومستقبلهم. 2006 يعني حياتهم ومستقبلهم، شنو تقصدين؟ يعني حياتهم دراستهم ومستقبلهم. ها 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 الدراسة. اي بس هذا ابو 20/7 عندك شوية وياي على الخط؟ بلي وياك 20/7 او 20/6. 20/7 وعشرين ستة. اولا الله يحفظهم ويخليهم. هذا ابو 20/7 عنده فد يعني حالة مرضية؟ لا والله هي بنية عندي. نية؟ في بال بنية. ماشي ماشي. حاضر حبيبتي، حاضر في الدلالين. ميس، كل الهلا بميوسة. صباح الخير خلاص. يا هلا ومية هلا، اهلا وسهلا بيك بنتي. صحيح. الله يخليك ويحفظك. يسعدك عمري. تسلمين. شكرا. انا مواليد 27/12، انا واختي توأم طبعا. 89. نعم. ووالدتي هم ايضا 14/8/66. نعم. وعندي اخوي هم راح تعبت، اخوي 15/7/2000. ما شاء الله. اي فاعل انت يعني بشيء عام يعني مو في شيء محدد يعني. حاضر حاضر. اهلا ميس، اشكركم اشكركم كنترول، اشكركم جدا. اهلا وسهلا بكل من يتصل بينا ويشارك بالفقره ويعني ينور الفقره، وسعادتي في انه ارد على تساؤلاتكم ان شاء الله وفق الخارطه الفلكيه ووفق وضعيه الكواكب، لكن يعني من خلال كيف تؤثر علينا الكواكب واحيانا نتغير بالسلوكيات. فهذه الفتره مثل ما ذكرت احبتي يجب انه الفلكي ينوه، خصوصا يفيد العطارديين. العطاردي بوقت تراجع هذا الكوكب ما يقدم على شيء جديد، يعني انه ليش؟ لانه راح يلاقي مماطله وتسويف. واحيانا اذا بدينا بشيء جديد ممكن انه يعني يصير فت حالات معينه من خلال التجارب، ومن خلال من بدا العلم ينشا ويتطور والى اخره الى حد وصوله هالفتره، وان شاء الله مثل ما نقول راح يبقى يستمر هذا العلم يخدم البشريه من نواحي. فعلى هالاساس احبتي كوكب عطارد له علاقه بوسائل التواصل، يعني الاجهزه السمعيه، الاجهزه المرئيه، الانترنت، هالمسائل، التلفزيون، الراديو، لان هو يعني إلى علاقة ومسؤولية في التذبذبات اللي يبثها في وقت التراجع. كذلك إلى علاقة بوسائط النقل والمستندات والدراسة والتفكير. فدا تلاحظون أنه هالكم هذا اللي دا أتحدث عنه، إذن هذا الكم يجب أن يكون إلى من الأهمية. ليش؟ لأن دا نتحدث عن أشياء مهمة، وسائل النقل، وسائل التواصل، والبريد، وهالمسائل هذه. فكذلك التفكير، يعني الإنسان هو جملته كله بالتفكير، بالفكر، كيف يوظف فكره وكيف يتعامل مع الظرف. مثلا في حالة تراجع هذا الكوكب
الأشخاص بصورة عامة يتأثرون بدرجة، لكن العطارديين يتأثرون بدرجة مضاعفة. فهذه الفترة من المفروض أنه لا ينصح بالبدء بشيء جديد، سواء كان في معاملة، سواء كان في أسفار، سواء كان في يعني تقديم في الطلبات معينة، أشياء تخص مثلاً سفر أو إقامة أو هالأشياء. أحياناً يتعرض الإنسان لفقد هالمستمسكات، قد يحدث فقد للمستمسكات. كيف؟ يصيب التشتت والسرعة، فالاستعجال والتشتت والسرعة تخلق فالجو من عدم السيطرة أو عدم القدرة على التذكر الأشياء، وممكن الإنسان ينسى موبايله، ممكن الإنسان ينسى وثائقه، فد أشياء ضرورية. فلهذا السبب هذه الأمور يجب أن تتابع. فليش نقول لكم هذه الفترة خلوها؟ وأكفد مواليد معينة فيها التراجع هذا، يعني أبراج معينة فيها التراجع مع وجود زحل في بيتها الثالث أو التاسع، ويتراجع زحل لا ينصح أبداً أبداً أبداً. وكم من الأبداً تضعوها أمام هالمجاميع بالسفر، لا للقريب ولا للبعيد. قلت أنه أكو وسائط نقل يتأثر بوسائط النقل، بوسائل التواصل الاجتماعي، بالأجهزة السمعية المرئية، بالمستندات، بالفكر. فلهذا السبب ما المفروض يفكر هالبرجين بالسفر في هذه الفترة، لأنه غير مناسبة جدا البتة، راح تكون سفرة متعبة وغير موفقة بأجواءها. البرج اللي ما ينصح بالسفر القريب هو بيت مجموعة الجدي، أي سفرة قريبة تأجلوها، ما يعني غير مقبول ذلك البتة. هو من باب النصح، يعني من باب النصح وتحسب الأمور. نأتي إلى البيت التاسع اللي هو الأسفار البعيدة. من هو؟ برج السرطان. برج السرطان في هذه الفترة لا ينصح لك نهائي بتقديم طلب هجرة، طلب لجوء، معاملات تخص سفر، أو سفر وتحطون بها مستمسكاتكم الرسمية. هالبرجين بالذات ممنوع. يعني إحنا مودن يعني نمنع أنه أني فتسلطة حتى أمنع، يعني أرجو أن لا يفهم حديثي بهالطريقة ولا أدعو إلى التخويف، لكن للمصلحة وكنصيحة يعني لا يفضل في هذه الفترة تتميم هالأمور. تراجع الكوكب هذا مو ببحته، أكو ويا كواكب أخرى موجودة في مواقع أخرى. كذلك تقديم على دراسات أكاديمية من خلال مجاميع السرطان. إذن هذه الفترة لا تصلح لا للأسفار البعيدة، المجاميع السرطان يعني هي ككل، بس أكو أبراج لا إلها فت خصوصية، لا يسمح بالأسفار البعيدة، وكذلك على التقديم على معاملات أو رسالة أو شيء يعني تخص الدراسات الأكاديمية كدراسات عليا. بعد ما يخلص التراجع بالإمكان تتميم ذلك. وراها رح يرجع منه، رح يرجع عطارد يتراجع لي هو هسه بالعقرب، هذول البرجين بالدرجة الأولى. رح يجي وراها عطارد يتراجع إلى الميزان، رح تدخل أيضا برجين أخرى غير مسموح لها بالأسفار، ورا ما يرجع يتراجع للميزان. إيش وقت رح يرجع يتراجع للميزان؟ رح يتراجع يوم 28/10، أوكي؟ فبعد ذلك يتحول القوس والجوزاء، القوس والجوزاء، والجوزاء هو كوكبكم أنتو المؤثر، فلهذا السبب هو بالأساس يعني المفروض أنه هالأشياء تؤجل، المفروض هالأشياء تؤجل.
الانتقال من منزل إلى منزل في هذه الفترة ممكن يكون له تأثير معين، يعني هالمسائل هذه تلعب دور كبير. الإنسان يقول دائما ومنذ البدء، وهذا رح يبقى المثل رائد إلى الأبد، الوقاية خير من العلاج. هذا يجب أن نضع أمام يعني أمام ناظرين دائما هذا، ونعلم الأولادنا والأجيال الباقية، لأنه دائما نحاول أن نتوقع، أو إذا كان هناك فالظروف تجبر على ذلك، فيجب أن أركز على أوراقي، مستنداتي، أشياء اللي تخصني، أحاول أنه أركز مخي في محور معين، ما شتت مخي أو تفكيري في هالمجال وهالمجال وهالمجال، لأن هو أساساً الذاكرة شوية ما يكون لها قدرة على طبع المعلومة أو الاحتفاظ بالمعلومة، أو حتى يمكن الاستعجال يخلي الإنسان في حالة تشتت. أجي أريد الآن أقدم على خطوة انفصال، تقديم، شراء، أي بيع، هالمسائل هذه أيضا مؤثرة في هذه الفترة. ليش؟ لأنه إذا أقدمنا عليها راح تجينا فد نوع من التعطيلات. التعطيل يمكن يكون مزعج، لكن بالنهاية راح تحصل الأمور، بس راح يكون بيها فد نوع من التعطيلات. لكن أكو أشياء للحفاظ على السلامة، أو يمكن أنه نكفي عن النفد موضوع معين. الكواكب المؤثرة هي من العطارد، واحدة من عدها، فلهذا ينصح بالفترة الحالية لكل الأبراج يعني التمهل بالأمور، لكن بالنسبة للأبراج اللي تخص عطارد أكثر كل شيء مطلوب أنه نتخذ فد إجراء، يعني شلون نقول، ما نبدي كل مشاريعنا وكل أشياء اللي نريدها نجمعها ونبديها بهالفترة، هذا غير مفضل أو غير مناسب. ودائما بالفترات اللي إذا ربنا منحنا الحياة دائما نحاول أنه إحنا نعطيكم المواقيت والمواعيد، ونقول يا جماعة هالبرج فلان، لأن هذا من واجب الفلكي والواجب اللي يقتضي بمصداقيتنا أنه نقدمه وننطي التواقيت حتى يكون لنا في التحسب، خصوصا بالأيام الأقل حظا للأبراج، كأن يكون موقع القمر للبرج غير مناسب، فغير مناسب البدء بأي شيء جديد. الكوكب راح يتراجع أكيد في برج، وهذا البرج أيضا يكون مشمول بالتراجع اللي هو دي يتراجع حاليا في برج العقرب المائي، دي يتراجع بالعقرب، راح يبدي بعد يومين، بس إحنا نبدي ننوه قبل يومين للفترة الامتدادية التي تسبق والتي تعقب. هذا من المفروض ومن المطلوب كواجب يعني يقدمه الفلكي. الأبراج المتأثرة هي من يحكمها كوكب عطارد، البرج الذي يتراجع فيه الكوكب، والأبراج التي يحكمها الكوكب، والعشريات والمواليد. وذكرت لكم أرقام، مثلا اللي من برج الجوزاء، العذراء، العقرب، الجدي، السرطان، مثلا ولادات 5 14 23 ايضا يجب ان يكونون يعني تشملهم هالمواضيع. ليش؟ لانه داخل عطارد بارقام، من خلال علم الارقام بارقامهم وتواريخ ولادتهم، تحكم الكوكب. فلهذا السبب ارجو انه نتحدث بكره ان شاء الله بطريقه يعني شويه تكون باذن الله اكثر توضيح. ويعني الإنسان لابد في فترة التراجع، كوكب مهم، يحسب حساب.
الحمد لله أنه هذا الكوكب ما تكون فترة تراجع طويلة مثل أورانوس وزحل والمشتري يأخذ لشهور حتى يتقدم، هي مسافة 3 أسابيع منتهية إن شاء الله، راح تكون فترة التراجع بين البرجين. فلهذا السبب نحاول قدر المستطاع نحافظ على الأمور ونتخذ أو نأخذ مجال النصح، قد يكون النصح يعني يستفيد منه البعض. النصح هو دائما يكون مثل الدر الثمين، إذا أخذت بالنصيحة لما لا، هي للفائدة وليس للضرر. هذا من باب القمر، هذا اليوم في برج الأسد الناري، وبكرة راح يكون إن شاء الله في برج العذراء، وهذا راح ينطي فد نوع من الإيجابية لبعض الأبراج اللي إن شاء الله بكرة نتحدث عنها بتفصيل أكثر. من يكون أكو كوكب مهم مثل ما ذكرت لكم نركز عليه ونركز على تراجعه، وبكرة نشرح لكم إن شاء الله الأمور اللي ممكن مثل ما هسه قلت مجاميع الجدي والسرطان، ممنوع السفر في هذه الفترة ولا يفضل أبدا، حتى تختلف الأمور. حتى إذا رجع كوكب عطارد بتراجعه إلى الميزان فأيضا يعني غير مفضل السفر للجدي والسرطان. الفترة تقول يستلزم من عندنا في هذه الفترة الانتباه دائما، الطالب بالدراسة أيضا شوية يحاول أنه يخلي فترات ارتياح بين يعني يكون بين الفترات، مو يركز على فكرة، يظل يركز ويدخل الدراسة بشكل مجهد للفكر، ننطي فترة راحة. أكو نوع من الأغذية ممكن أنه تساعد في تنشيط الذاكرة، هذا بغذائكم تدخلوه، يعني لأنه أكو فترات معينة الإنسان من يحفظ أو يحسن بين غذاءه وبين يعني التأثير الفلكي، هذا يساعده كثيرا، وخصوصا وأن كوكب عطارد مسؤول عن تمثيل الطعام في الجسم، ومسؤول عن الجهاز التنفسي، ومسؤول كذلك عن الذاكرة والفكر. لهذا الوقاية خير من العلاج. بدأت السنة بتراجع عطارد، وذكرت بوقتها قلت أنه مسؤول عن الجهاز التنفسي، فدلاحظ أنه والهضمي، فإجانا الفيروس كورونا اللي يعني يشمل هالجوانب، يشمل هالجوانب التنفسي والهضمي، وأحد أعراضه هي اللي دا تكون بهالطريقة، يعني اللي تلعب دور في ذلك. نعم أوكي. فعلى هالأساس يعني أحياناً الإنسان يحتاج إلى أنه ننطي فد نوع من التنبيهات خصوصاً هالأبراج بالذات، كيما نحافظ على وضعنا الصحي، وضعنا الغذائي، كذلك كثرة التنقلات قد لا تفي في هذه الفترة بالغرض أو بدء المشاريع. يمكن وقت الفقرة أزف على النهاية، بكرة نحاول أنه أيضا نشمل المحاور باختصار اللي ممكن يأثر عليها عطارد بتراجعه على كل الأبراج، ونرد على الإجابات اللي وصلتنا من خلال المتصلين. شاكرة لكم المتابعة، أنقل الأجواء إلى زملائي هالة ومصطفى. شكراً لك. شكراً لك. أنا أشكركم. من هذا عطارد مسوي مشاكل هواية. أي يعني حقيقة كوكب مؤثر جداً، كوكب مؤثر، وإذا تراجع لا يعني إلى فالتأثيرات. ندعي له بالتقدم الدائم. إن شاء الله دائماً بالمقدمة. شكراً إليك الجنان. يا أهلاً بكم. إذن مشاهدين الكرام، بعد ما شفنا فقرة الفلك والأبراج مع أسد جنان فيكتور، وصلنا وياكم لختام الساعتين من الوقت اللي كنا بيها وياكم آني وهالة بكل تقاريرها وبكل تفاصيل الحلقة.
الختام يمي اكيد اكيد طبعا اكيد. اتمنى لكم الصحه والسلامه والعافيه والامن والامان والراحه النفسيه، لان هذا الموضوع جدا مهم، ويا ربي النجاح ويكون نهاركم جميل مثلكم في حفظ الله.